السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج خليج العرب، فضاء يتناول بالنقاش والتحليل الشأن الخليجي، يعزز القواسم المشتركة بين أبنائه ويثير أسئلة شائكة من واقعه. يرى البعض أن تصفية القضية الفلسطينية أحد أهداف الأزمة الخليجية الراهنة، ويتوقع آخرون أن تنتهي هذه الأزمة بعد استنفاد هذا الهدف ليصبح الهدوء مجددا مصلحة أمريكية في المنطقة. حركة المقاومة الإسلامية حماس، قطاع غزة، تربطهم علاقات وطيدة بالدوحة، فهل يعتبران أكثر المتضررين من الحصار؟ وهل ستنصاع دول الخليج للمطلب الأمريكي بوصف حماس بالإرهاب، خصوصا بعدما أدرجت الدول الأربعة أسماء شخصيات من حماس في قائمة الإرهاب الذين تريد من الدوحة أن تطردهم كأحد شروط حل الأزمة؟ وما هي تداعيات الأزمة الخليجية على القطاع؟ الملف الفلسطيني في صميم الأزمة الخليجية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود مرة أخرى. لم تحد الدوحة يوما عن دعمها للقضية الفلسطينية، وسرعت في عز الحصار المفروض عليها لطمأنة الفلسطينيين. لن توقف قطر دعمها لغزة. زيارتي في الوقت الحالي لنؤكد للشعب الفلسطيني أننا باقينا هنا لاستكمال المشاريع وتنفيذ مشاريع جديدة. موقف قطر ليس بالجديد، فغدات العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 عقدت الدوحة قمة عربية طارئة اعتذر عن حضورها العديد من الأطراف، وظلت قطر متمسكة باستضافتها رغم غياب العديد من الدول وانسحاب أخرى في آخر لحظة. إلا أن نصاب هذه القمة، قمة غزة، ما أن يكتمل حتى ينقص. حسبي الله ونعم الوكيل. أمير قطر آنذاك الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لم يكتفي بقمة غزة، فقاد زيارة هي الأولى لزعيم دولة إلى القطاع المحاصر، جال بين حارات وشوارع غزة المدمرة. زيارته التاريخية كانت كافية لكسر الحصار، تلتها قوافل المتضامنين من أنحاء العالم. لم تجف دموع الثكالى والأرامل والأطفال حتى بدأ العالم يتساءل، من سيدفع فاتورة العدوان ويعيد الحياة إلى غزة؟ فكانت هنا أيضا قطر السباقة، وشكلت لجنة لإعادة إعمار غزة. خصصت الدوحة مليار دولار لإنجاز مستشفيات ومساكن ومرافق عامة ومشاريع أعادت البسمة إلى الوجوه. جفت جراح غزة، وأفاق الفلسطينيون على أزمة جديدة قديمة وقودها صراع الأشقاء فتح وحماس. سارعت قطر للم شمل البيت الفلسطيني، وعقدت اجتماعات عديدة للمصالحة الفلسطينية، فلم تسلم من اتهامات وجهت لها بدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، وجاء ردها صريحا: قطر تقف مع الشعب الفلسطيني، لا ندعم فصيلا على حساب آخر، ولا حل للقضية الفلسطينية قبل مصالحة الأخوة الأشقاء. تداعيات المشهد الخليجي المتأزم على الدعم القطري لقضية فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص موضوع حلقتنا لهذا اليوم. للحديث حول هذا الموضوع نسعد باستضافة سعادة السفير محمد العمادي، رئيس لجنة إعادة إعمار غزة. مرحبا بك وشكرا لقبولك الدعوة. يا هلا بك يا خان. أستاذ محمد، أسبوع اللي طاف كنت في غزة. نعم. شو أخبار غزة؟ آخر أخبارها، وشلون استقبالهم لقضية الأزمة الخليجية وتفاعلهم معها؟ تعمدت أن أروح خلال هالأسبوع هذا على أساس أن أكد أهل غزة أن قطر معهم وسوف تبقى معهم
ولن تتركهم في ظل حتى في ظل الحصار الجائر على قطر. فهي تأكيد من دولة قطر على ثوابتها، يعني قطر عندها ثوابت معينة، عندها ثوابت ما تتخلى عنها، عندها مش اليوم عندنا دين بكرة نغير الدين، مو عندنا اليوم سياسة بكرة نغير سياسة، لا قطر عندها سياسة ثابتة. يعني دعم غزة يعتبر من السياسة الثابتة اللي ما يتغير؟ لا من السياسة الثابتة، إذا الدولة التزمت تفي بالتزاماتها. دولة قطر ممكن يعتمد عليها في كل شيء، لأن حتى لو أنت خذت طريقة الغاز إلى الإمارات ما نقطع، لأن إذا قطعنا الغاز بكرة المصداقية قطر وين؟ عند الدول الأخرى، عند اليابان، عند الهند، عند الدول الأخرى، هاي ما لنا مصداقية بكرة. يعني معناته الدعم القطري يعني مستمر، يعني الدعم القطري مستمر. وإحنا شكلنا اللجنة هناك وعندنا 40 مهندس من 2012 من بعد زيارة سمو الأمير الوالد هناك، وحط المشاريع واعتمد المشاريع. إحنا بدينا نشتغل شارع صلاح الدين 28 كيلومتر، منها تقريبا مكتمل بالكامل 22 كيلومتر ويستخدم حاليا، والجزء المتبقي نهاية السنة. هل لمست أثر للأزمة الخليجية في قطاع غزة؟ بمعنى أن أهل غزة مثلا يتحدثون عن هذه القضية، يسألونكم عنها، كيف ينظرون لها؟ طبعا أهل غزة، ما أخفي عليك، مش أهل غزة، حتى بعض الموظفين عندنا في المكتب خايفين صار على قطر هذا بكرة، خايفين يتوقف الدعم، يتوقف الدعم وكذا. وأهل غزة نفس الشيء، لأن يقول الحين قطر صارت مثلنا، يعني تحت حصار مثل غزة. فإحنا أكدنا لهم أن إحنا قطر عندنا ثوابت لن نتخلى عن ثوابت الدولة، سواء هاي سياسية عقائدية دينية أو إعمار أو دعم غزة. فدعم غزة سمو الأمير الوالد التزم في السابق، سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ملتزم، وإحنا راح نعمل ولن نترك غزة. ممتاز. رغم تأكيدك على هذا الالتزام، لكن ما في أي تغيير على نوع الدعم، حجم الدعم، طبيعة الدعم؟ ما في أي تغيير تأثر بالأزمة الخليجية؟ لا، احنا حسب البرنامج اللي عندنا ما في تأثير أي شيء. يعني أنا وقعت عقد ب5.5 مليون دولار لثمان عمارات سكنية في حي الأمل، فتحنا المرحلة رقم 3 في شارع صلاح الدين، ومشروع جديد ب3 مليون دولار ترميم بيوت الفقراء والمحتاجين، وهذا في المخيمات. طيب، هل يمكن أن نربط بين الأزمة الخليجية الحالية وبين قمة الرياض التي أعلن فيها الرئيس الأمريكي بأن حماس حركة إرهابية؟ هل هي محاولة لإبعاد قطر أو أي عمل دبلوماسي عن القضية الفلسطينية وعن قطاع غزة برأيك؟ أول حاجة، المؤتمر الصحفي اللي كان عندي يوم الثلاثاء كان مع منه؟ مع نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، يعني أكبر رأس موجود هناك في القدس من الأمم المتحدة. تكلم عن دور قطر الإيجابي، أكد يعني على الدور، أكد الدور الإيجابي، إن المشاريع القطرية تخفف معاناة الشعب الفلسطيني. وتخيل أي واحد، يعني المشاريع القطرية لو في شائبة بسيطة الجانب الإسرائيلي يخلوننا احنا ندخل وندخل مواد، مستحيل. اثنين، احنا عملنا مثل عمل الدول الأخرى، يعني USAID الأمريكان عندهم مشاريع في غزة، الألمان عندهم مشاريع في غزة، لغاية اليوم احنا مخلصين أكثر من 100 مشروع بين طرق، بنية تحتية، مباني، مستشفيات، زراعة، ملاعب، رياضة، في كل طيب مجالات الحياة. في ملاحظة في تصنيف الأمم المتحدة لما يطلع، ما تطلع قطر في مراتب متقدمة، لأن أيوة إحنا عندنا سياسة في الدولة من استلام الحكم سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير الوالد، حط سياسة إحنا فلوس ما ندفع حق حد، المشاريع إحنا نسويها. يعني أجيب لك على سبيل المثال، وأنا كنت مسؤول هذا الملف، عملنا 3 طرق في اليمن رئيسية بطول 300 كيلومتر مربع طولي. هدفنا إيش؟ إن اليوم
أنا مع هنا بس الشارع موجود استخدم المواطن اليمني. فإحنا ما نسلم الفلوس حق حد، وإحنا سياستنا إحنا نبني، بنينا في الجزائر، بنينا هناك، بنينا كل مكان. وهذه سياسة الدولة إنها ما تعطي مبالغ مالية مباشرة لطرف من الأطراف، أي ولا بني آدم. واثنين، والشغلة الثانية، تكلفة المشاريع اللي موجودة مثلا في غزة لو قارنتها في الحي الياباني وفي الحي السعودي وفي الحي الإماراتي، زيت موجود اللي هو مدينة الشيخ زايد، تكلفة المشاريع اللي عندنا بالمتر المربع لو تشوفها احنا عندنا تكلفة 30% أقل من تكلفتهم. بعدين نوعية ليش؟ بسيط جدا. أول حاجة احنا عندنا الأوفر، المصاريف الإدارية والتشغيلية لا يتجاوز 2% 3%. المصاريف الإدارية المباشرة والغير مباشرة عن طريق منظمات الأمم المتحدة اللي هو أونروا وغير، عندهم مصاريف 30% 20% 15% في مباشرة وغير مباشرة. اثنين، نوعية المشاريع. لو تقارن الحي الياباني، خلنا نقول زين، ما نجيب اسم خليج عشان ما حد يقول، عشان نجيب الياباني اوكي، اللي عملتها عن طريق الأونروا او UNDP، والله واحد من منظمات الأمم المتحدة، حط هذه وهذه، تشوف هذا قصر مقابل ملحق. اليابان يعطون الأمم المتحدة. طيب اليابان أيضا جودة، الأمم المتحدة عندها ستاندرد معين، إنزين تبني بستاندرد معين. إحنا لا، إحنا صممنا بروحنا. أنا أصل مهندس معماري، إنزين فصممنا المدينة بروحنا وأشرفنا بروحنا وعطينا النوعية، لأن توجيهات سمو الأمير واضحة، عطوا غزة الأفضل. وفي هالناحية أقول لك عندنا سوينا مستشفى سمو الأمير الوالد وشقلنا الدور الرابع الحين، قسم القواقع، تركيب القواقع والتدريب، لأن التدريب يكلف وايد، عشان شلون الطفل هذا الحين ما يتكلم، تركب له هذا ما يسمع، فلازم تعلمه شلون يتكلم. الدكتور اللي جاء من هني رئيس القسم الدكاترة مستشفى حمد ونائب مدير الطبي مستشفى حمد جاء هنا قال يا محمد هاي أحسن من اللي عندنا إحنا في قطر. وجدنا كل وطن العربي ما في إلا في الأردن يمكن استواه هذه، واللي عندنا يمكن بعض الدول يعني. فالمستوى الموجود في غزة مستوى جدا. ليش؟ لأن ركبوا خلاص سعر وسووا لهم تيست ودربوهم، الأطفال قاموا يتكلمون. فالفكرة هني أن أنت تسوي نوعية جيدة وتعطي الاهتمام. فسمو الأمير يقول يعني إحنا نعطي الأفضل. أنا عندي تقرير يعرض الدعم القطري لغزة بالأرقام والإحصائيات، نشوف إن شاء الله ونرجع مرة ثانية. تفضل. طيب استاذي، انا حاب اسمع منك حصيله الدعم القطري لقطاع غزه على مدى العشر سنوات الاخيره. ما عندي ارقام عشر سنوات، بس عندي الارقام اللي موجوده عندنا احنا من 2012 خلينا نقول، اللي هي بدايه عمل اللجنه. بدايه عمل اللجنه. طيب. من 2012 الى الان حصيله عمل اللجنه. حصيله عمل اللجنه أكثر من 650 مليون دولار، زين.
اللي هو جزء من 150 مليون دولار في 5 سنوات، جزء كبير جزء منه بترول. يعني تقريبا احنا دفعنا بترول بين من مصر جبنا مره ب 26 مليون دولار، ودفعنا للسلطه 3-4 مرات كل مره 30 مليون 10 و20 مليون كل مره. فالبترول تقريبا 70-80 ما اتذكر، المشاريع 120 مليون تقريبا تكلفتها. تقصد تكلفتها يعني المشاريع هذا كله 100 مشروع، والرئيسيه المشاريع هو شارع صلاح الدين، يعني على طول 28 كيلومتر من رفح، وهي 6 خطوط يعني 3 رايح 3 جاي، بعدين في اجزاء منها اللي تمر على المدن، عندك سيرفيس رود 28 كيلو تكفلت في قطر بالكامل. كامل بالكامل يعني هاي كامل يعني، وشارع البحر 12 كيلومتر مع الأرصفة مع كل شيء، لأن إحنا لما نسوي شارع مشكلتين عندنا، عندنا البنية التحتية ما في، فلازم نغير البنية التحتية، يعني الكهرباء خطوط الكهرباء لازم نمدها الجديد، تليفونات جديد، كل حاجة جديد. الشيء طب والشيء آخر، طبيعة التربة هناك عندها مشكلة كبيرة كلها رملية، فلازم نحط لها بيس كورس حق الشوارع حوالي 25-30 سنتي بيس كورس، والبيس كورس هاي يكلفنا كثير، يعني يكلفنا تكلفته كثيرة. ليش؟ لأن شحن يدخل فيه وايد المواد اللي قبل ما تزفت يحطون تأسيس يسمونه. فإحنا كمشاريع مسين يعني فوق 150، بالإضافة إلى مدن سكنية، بالإضافة طبعا 100 مشروع، مسوي 28 تقريبا فوق 40 مشروع داخلي، طرق داخلية، مسوين زراعة. كان في مشاكل لما الفيضانات تيجي، مشكلة الأمطار، الأمطار هذه هاي حليناها في غزة، ركبنا موتورات وجبنا المضخات ونقلنا الماء الأمطار وهي إلى البحر، يعني حلينا مشكلة فلادينج هناك يعني اللي تصير هناك. أستاذ محمد، في 2012 حذرت الأمم المتحدة من أن غزة بحلول عام 2020 ستكون مكان غير صالح للحياة. هل من جهود تبذلونها في اللجنة لعدم وقوع هذه الكارثة الإنسانية؟ المشكلة مشكلة غزة فيه 3 مشاكل، يعني مشكلة المياه اللي غير صالحة تكون، والحين تجيها من إسرائيل 5 ملايين كوب يعني كيبيك متر، ومشكلة الماء الكهرباء، ومشكلة تكرار المجاري، ماء وكهرباء ومجاري، هذه يعني هاي اللي تلوث كل شيء. فمشكلة الكهرباء احنا يعني في حلول لمشكلة الكهرباء وقدمنا حلول، ولكن انت اي حاجة تسوي في هذا سواء كهرباء ماء، في 3 جهات عندك، جهتين قدامك وجهة حماس، لازم موافقة السلطة ولازم موافقة الإسرائيلية، ولازم بعدين الشخص اللي اتفق معاه يكون شرعي يقدر يتفق. يعني احنا كدولة قطر بكرة نبي نحل مشكلة الكهرباء ومش قادرين نحلها، ليش؟ انت عندك الكهرباء غزة 22 ميجاوات، اوكي، قاعد يشترون ب 40 اجورة الكيلووات. احنا نبي نسوي شيء ثاني، نبي نروح نشتري بولك، نجيب خط 161 نشتري ب 20 اجورة او 21 اجورة، انزين، فاشتري البولك زين واشتري كميه اكبر واضاعف الايرادات. فايش في موضوع الكهرباء اجيب لك؟ قلنا لهم انتم اعطونا السلطه، يا سلطه عينونا 2 من عندكم، 1 من عندنا من المكتب، 1 من الامم المتحده، و2 من شركه الكهرباء غزه، زين، طيب على اساس نقدر نتفاوض نجيب الكهرباء حق غزه، نعطيهم الضمانات الكافيه، زين، ونعطيهم بكره الغاز. نحن شغالين على خط الغاز مثلا مع الرباعية الدولية. طيب أبي مشكلة الكهرباء إيش صار على اقتراحكم هذا؟ هل تقبلت السلطة هالمقترح؟ لا ما تقبلت للأسف، أكون صريح معك، ما تقبلت. ليش؟ والله لا تدخلني في مشاكل معهم. طيب خل نفتح المجال السياسي شوي، يعني الدوحة حاولت أكثر من مرة المصالحة بين حماس وبين فتح، بين السلطة وبين غزة، ليش استعصت هالمحاولات هذه؟ ما في المشكلة أن فقدان الثقة بين الجانبين، وإن شاء الله قطر ما تركت الموضوع. هل ما زالت هناك مساعي؟ في مساعي إن شاء الله، ولكن لا أستطيع الخوض في التفاصيل، زين، على أساس خارج إعلام يمكن ننجح.
يوم طيب. داخل الإعلام ما نجحنا، خلينا نقول يعني خارج الإعلام ممكن نجح. أحترم الحفاظ على خصوصية أو سرية المعلومة في هالمجال، بس الآن يعني يعاب على قد يعاب على 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 قطر بأنها تعاملت مع غزة، وهذا التعامل مع غزة وهذا وهذه المشاريع قد يقوي من سلطة حماس، مما يعني بأنها ستصبح دولة، أصبحت دولة تقام فيها المشاريع، وهذا سيزيد المشكلة مع السلطة الفلسطينية المعروفة، وسيزيد الشرخ أيضا فيما بين البيت الفلسطيني. في 2008 2012 2014 حروب، ثلاث حروب من زين، وكل مرة حماس تكون أقوى. طيب كسر حماس ترى بأنها أحد أهداف الأزمة الخليجية، أن تكسر حماس؟ وأن الخطة هذه هي موجودة، ولكن الانفتاح مصر على حماس في الوقت الحالي هي لعبة بين الجانب الإسرائيلي والجانب السلطة وجانب مصر. ممتاز. التقاء المصالح الثلاثة. الآن في وعود من مصر، في وعود من مصر، في وعود ودخلوا لهم يعني الحين ايش صار؟ الحين انت الحين مصر قاعد تتعامل مع حماس، اوكي؟ مع اللجنه الاداريه المكونه في حماس، واللي السلطه تقول هاي لجنه غير شرعيه، انزين. قطر تعاملت مع، كيف تتعامل قطر، اقول مصر تتعامل مع هاللجنه الاداريه؟ دخلت لهم وقود. من الوقود هذه حماس كسبت خلال الشهر هذه فرق سعر الشراء والبيع 40 مليون شيكل، يعني تقريبا 11 12 مليون دولار. زين، ففي تعامل الحين بقى. ايش مصر؟ مصر استفادت ان تامن سيناء، حدود سيناء عن طريق حماس، ان حماس تتكفل بتامين حدود سيناء، وامنيا في تنسيق بينهم بين المصريين، فهي حفاظا على مصر. الشيء الاخر، اسرائيليين ما يبون احتقان، لأن احتقان حرب جديدة، فما يبون الاحتقان، فهو التقاء مصالح بين هذه وهذه. و طيب هذا الآن مثل هذا المخطط، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الانقسامات في الساحة الفلسطينية ولا لا؟ انقسام يبي حسن نية بين الطرفين، فما حسن نية ما كذا إن شاء الله، يعني إحنا نتأمل. إحنا طبعا إحنا كتعاملنا 100% مع السلطة الرسمية، حتى كتاب ما يطلع إلا بالسلطة، يدخل مواد، يدخل حد. إحنا ندخل غزة لازم نرسل لهم، نبلغهم، نجتمع معهم. يعني كان عندي رسالة سمو الأمير الرئيس أبو مازن، وقابلت في السلطة أبو مازن وغير المسؤولين والدكتور رامي الحمد الله ورئيس الوزراء. فإحنا تعاملنا مع السلطة الرسمية، وفي غزة تعامل دولة قطر لخدمة الفلسطينيين، يعني خدمة المواطن. طيب. وأقول لك هاي مثال، رحت أول مرة، رحت طبعا أخنور، فجاوني ناس من السلطة فتح، يعني أنت وقاعد تخدمون حماس، قلت ليش سوينا؟ قال الشارع. قلت له الشارع وين؟ قال من هنا لهنا. قلت له بيتك وين؟ قال على الشارع. قلت من يسوق السيارة على الشارع؟ قال أنا. قلت من مستفيد في الشارع؟ أنت مستفيد. إذا هذه الشعب الفلسطيني قاعد يستفيد منها، وليس بغض النظر منه يكون حماس ولا فتح. إذن المطالب بقطع العلاقة بحماس وقطر، ألا ترى بأنه تمهيد لإعادة طرح شخصية مثل دحلان مرة أخرى في الساحة، وإعطاء له دور أكبر عن طريق التنسيق أيضا مع مصر؟ دحلان شخصية غير مقبولة في غزة؟ في غزة. ليش؟ لأن دحلان في يوم الحسم 2006 140 واحد من حماس ماتوا، و 250 واحد من دحلان، في قتلة من الطرفين يعني. من طرفين، ففي قتلة بينهم الدم. فالشعب في غزة ما أعتقد أن يرضون متقبل، أن يتقبل يدخل اثنين. حتى لو الشعب رضى، في هناك وناس قتلوا من هذه وناس من هنا قتلوا، ممكن تعاد الثارات مرة أخرى. أيوة. فيقول لك يعني ففي مشكلة عندهم هذه بالنسبة للدخول دحلان وهذه أصلاً على 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 الساحة في غزة، يعني غير شخصية غير مقبولة. هل تعتقد بأن الآن الدعوة إلى عزل حماس أو حتى وصفها بالإرهاب، هذا سيعطي دور أكبر للجانب الإيراني في غزة، في التوغل في غزة، ويدفع حماس إلى تكثيف يعني علاقتها وتواصلها مع إيران بشكل أكبر؟
بالنسبة لوجود إيران في غزة ليس لديهم وجود. ما لها وجود؟ بتاتا. في كانوا يدعمون بعض الأفراد من الجهاد الإسلامي، وهذول راحوا معهم شيء بسيط وعلى أساس فلوس بس. طيب احنا نسمع عن علاقات جيدة بين حماس لا وإيران. وجيدة كيف؟ من اللي طور، من اللي دعم حماس لتطوير الصواريخ وتطوير هذه؟ إيران طبعا. هم يقولون يعني في الإعلام موجود، في الإعلام يعني هو دعم عسكري بس العسكري على الأرض يعني الجانب لا 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 يوجد، لا يوجد بتاتا في غزة. أن لم أشاهد أي مشروع إيراني موجود على الساحة. سعادة السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا لك وشكرا لكم أيضا على طيب متابعتكم. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لكم مني ومن فريق العمل خالص التحايا، شكرا لكم والسلام عليكم.